اللي فيه لخي اللي فيه لخي وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي موقع مابخيس بوايم. كما عرفتوا مؤخرا تفجرت واحد القضيه اللي اصبحت قضيه راي عام. الخلاصه ديال هذه القضيه هي ديال واحد مول طاكسي جا قدام دار المسنين بسيدي علاء البحراوي، حط واحد رجل مسن. ولكن الغريب في هذه الحكايه وهي انها تفجرت من بعد ساعات، من بعد يعني من بعد هذه الحادثه هذه، وانتشرت اشاعه بان رجل جاء لاح الاب ديالو في ديك دار المسنين ومشى، يعني ما بقات لا رحمه لا والو في هذه الدنيا. ولكن الحقيقه هي مغايره تماما لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا درس باش اننا نعرفوا بان اي حاجه تنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما خصناش نتيقوها كما نشوفوا، يعني ضروري اننا نتحروا من موراها. وهذا الشيء اللي درنا كموقع اخباري، اننا تحرينا من مورا هاد الواقعه، وجينا حتى لعند السيد اللي تتهم بانه لاح الاب ديالو باش يحكي لنا التفاصيل ديال هذه الحادثه من الاول ديالها حتى الاخير ديالها. مرحبا بك معنا. مرحبا، اولا مرحبا بكم انتم عندي، وكنشكركم على هذا الاهتمام اللي عطيتوا لهذا الموضوع. هذا الموضوع يا اخي بدا اش نقول لك، حنا كنا جالسين في الطاكسي كنتسناو الطاكسي عمر باش نجيو بحالنا، كنتفاجئوا بواحد السيد كيجي تيقول لك من عند الباشا، جايب واحد السيد راجل كبير تيقول لي هذا السيد هذا الوريقات ديالو باش غيمشي لدار العجازه في الكاموني في سيدي علاء البحراوي غاتديو، راه حنا هضرنا مع الناس راه غيستقبلوه. فعلا مول الطاكسي دخل السيد جلس ورايا، جينا في الطريق الوقت اللي غندخل الكاموني قال لك واش نسبقوا السيد، قلنا له ودي السيد هو الاول، السيد جاي مقهور بالحال العالم العلم به الله، العواشر هذه ورمضان تخلاو عليه ولادو ندوزوه هو الاول. بعدا حنا اللي كانت في المخيل ديالنا بان ملي غادي نلحقوا لدار العجزه بويسكو الاتصال كاين ما بين البشاويه وهما، ما غتفوتش تلقى ما غتسرقش القضيه اكثر من دقيقه، ها السيد اللي عطاكم ها الورقه ديالو الله يعاون بالسلام عليكم. كانت فاجئوا بالسيد تيقول لك اودي خرجنا بداك السيده، قالت لك لا تنتشاور، خرج واحد السيد اخر قال لك عندنا حنا 46 الطاقه الاستيعابيه اللي معطينا هي اللي تيقول هو 46، 26 ديال العيالات و 26 ديال الرجاله، حنا دابا عامرين ما نقدروش نستقبلوا هذا، وعندنا حاله ديال التيبركلوز داخل المؤسسه. يعني شنو المعمول دابا؟ قال لي مول طاكسي شنو المعمول؟ قال لي ترد معك هذا السيد هذا. قال لي مول طاكسي ما يمكنش، انا السيد غادي نعطيه لكم انتم مسؤولين، هذا خدمتكم هذه. حنا مشينا في حالنا اشنو طرا ما عرفتو، تعيط لي السيد صاحب مول الطاكسي كيقول لي شوف راه واحد الفيديو راه تلاح تما هذاك واخا صيفطوا لي، ما عاودش طالعت عليه خليته تمر صلاه ديال التراويح. مين كنحلو كنشوف داك الشيء كيخلعني، داك الفيديو القراءه الاوليه ديالو هو هذاك السيد اللي هو انا جد الاب ديالي ولحتو في دار العجزه، مع العلم بان الان الاب ديالي متوفي رحمه الله منذ سنه 1983. بقيت تنشوف هاد المشكله كي غندير نفك هذه، انا جيت بدار العجزه وانا عندي وضعيه خاصه وكنخدم في حقل ديال التعليم، والصباح غادي نصبح مع وسط التلاميذ، والعشيه غادي نصلي وسط المصلين كنصلي التراويح والعواشر هذه، ولات عندي واحد وليت كنتخبط في وضعيه حرجه. يلا لقيت الخديجه جنبي هو ناس ديال جمعيه اباء اولياء التلاميذ، ديك الساعه جا عندي السي البقالي رئيس ديال الجمعيه قال لي شنو هاد الشيء؟ قلت له انت كتشوف ما عرفتش هاد الشيء منين نزل، هاد الشيء لا اتصلت بالسيده المديره لان خصها تكون عارفه لان كنخدم معاها، نقول لها شنو طاري عندي نقدر الصباح ما نبغيش نمشي ولا الله اعلم كي غادي نصبح. قلت لها ودي اش كاين واش كاين واش كاين، دارت الاتصال ديالها هي بالسيده قالت لها داك السيد راه ما يمكنش، راه الوالد ديالو توفي في 1983، كدير يا واحد السيد راك لان الخبر الاول كينزل ما فيش واحد السيد راك بان هذاك السيد اللي كان صلحات وراه ما فيش ما كاينش بان هذاك السيد راه لا علاقه له بالموضوع، عاد زادته في التالي. كان الاول كان في الاول كان المسائل مريقله بان انا هو اللي ديت بوحطيتو دار العجزه صافي، الراي العام تاع الكاموني ولا كيتخيلني ولا كيشوفني ولا صباح الاسئله كيضحكوا معايا تيقول لك انت مسخوط الوالد ما تخدمش معنا بهذه اللهجه هذه. وتلامذ كاين تلامذ اللي كنعرفهم في المواقع تما في لي باج تاع الفيسبوك تيكتبوا نعالك الله اليهم ولدي لا حول ولا قوه، هادو التلاميذ ديال المؤسسه كيبقاو تلامذ معك ما تقول لهم. دابا انا عندي وضعيه حرجه، واش غتمشي تخدم؟ واش ما تمشيش؟ واش في تصلي مع الناس؟ واش ما تمشيش تصلي؟ خوتي اللي خارج المغرب تيهضروا تيقول لك شنو هذا الشيء؟ ما فهموش. مالي الناس اللي عايشه معنا في المغرب
الاخ ديالي والعائله كلهم تيقول لك شنو هذا الشيء هذا. انا لحد الان باقي مصدوم لحد الان، تنقول اشنو غادي يطرى الله اعلم. يعني الخبر انتشر، والخبر الغريب في الامر هو الخبر تنتشر بواحد الكيفيه ما فهمش انا كيفاش، بحال شتي شي حاجه ولحتيها. كلشي من طنجة للقويره كلشي كيرد كلشي كيهضر، ما كاين غير النعلة والسبان. ايوا شكون اللي غيعرفني انا بان بو متوفي الا كيعرفني شخصيا؟ انا الناس ديال تيفلت اللي ماشي في الجينيراسيون ديالي ما تيعرفونيش، تيقول لك ما نعرفك من كان اسم تيفلت كيعاير وتيقول لنا على الله يوم الدين واحد الكلام. انك انت غير مجرد راكب عادي. انا راكب عادي ما عندي حتى شي حاجه في هذاك، انا مجرد زبون ديال ذاك الطاكسي، لا لا زياده ولا نقصان، وهذا الشيء راه هو اللي طرا بالحرف. هو هذاك الرجل المسن اللي كان راكب، راجل كبير، واش كان راكب في الوسط ديال الطاكسي انت نزلتي هو هبط ولا كان راكب في؟ لا هذا هو المشكل، مول الطاكسي كان راكب ورايا والداسيه جديده اللوجي، دونك وحبسنا على اليمن، دونك اوبليجي خصني انا نهبط باش يهبط هو من ورايا. انا من هبط بقيت واقف كنتسنى السيد يمشي يدخل باش نمشيو بحالنا، وانا باع العلم داك الموقف ديال داك الراجل مسكين في ديك الوقت ورمضان والعواشر والعشيه وتخلاو عليه، بقى فيا بقى فيا بزاف ماشي زعما اثر فيا. وانا اللي كان كيدور ليا في دماغي كون ما مول الطاكسي ما بقاش نمشيو ما غنمشيش، غنبقى تما تنشوف داك السما نخليه يجي في الزنقه، غنحاول ما امكن نعيط على العلاقات اللي عندنا والناس اللي كنعرفو تنشوفو كنديرو المنابر الاعلاميه تيجيو يحضروا تندخلوا داك السيد ما يبقاش في الزنقه ولا نشوف فين نديو. وين مول الطاكسي قال يلاه نمشيو بحالنا، مشينا وفي ذاك الوقت انا غادي وذاك الهم ديالو غادي كيخدمني، هاد السيد فين غيبقى مسكين في الزنقه فين غيبقى؟ حتى ديك اللقطه ديال الفيديو يعني تقطع غير الاخر ديالها، دات بحال لان نزلتو بحال ركبتي وهرب مول الطاكسي، يعني جات يعني الفيديو حتى هو مفبرك او انه مقطع يعني داروا مونتاج الفيديو باش نتفاهموا معاك. الفيديو هما تيقولوا بان الكاميرات اللي صورت هذاك الشيء راه الواقع ماشي الكاميرا، ماشي الكاميرات، راه السيد اللي خدام تمايا واحد ان جون راه كاين خدام راه هو اللي صور بالتليفون ديالو. لا باين هذاك الصوره ديال هنا السؤال المطروح، واش عنده حق يصورني انا ويلوحني يشوفوني كاع الناس باي حق، ولا يصور الماتريكول ديال الطاكسي باي حق؟ هنا هنا هذا هو الخطير، واش غير اللي كتب شي حاجه راه كاينه ويبقاو الناس يسبوه ويعايروه؟ هنا راه سؤال مطروح قدو قداش، راه كاين واحد الخلل اللي خصنا نوقفوا عليه. مشكله راه دابا انا شخصيا دارت لي مشكل في حياتي دابا لحد الان كنهضر معاك، انا عندي مشكل يا في العمل ديالي يا داخل العائله ديالي يا تمي كيفاش تصلي شي مع الناس في التراويح، راه نهار على نهار الناس كتشوف داك الموقع وكتشوف داك اللي ديك الصفحه كتشوفها والناس يعرفوك هنا في الجامع، كاين كيبقى يشوفك واش باغي يسلم عليك ولا كيتاكد من وجهك، كتبقى انت عايش واحد الحاله النفسانيه اللي خايبه. هاد الناس واش كيشوفوني باغيين يعرفوني واش انا هو اللي خليت با ولا غتيشوف فيا غير مجرد صدفه شاف فيا وصافي؟ كنبقى كيما دار كيما تيقول خلي فيه الفلوس يقفز، كيما داروا معايا راه كنبقى انا منوي من راسي من خيالي. بطبيعه الحال قاش راه موقف ماشي سهل، ماشي سهل، وبتعمدت لبس الجاكيطه اللي كنت تصورت بها باش تعرف بوجهي، وانا تنقول لهم انا خدام مختصيت في اعداديه مولاي ادريس، اي واحد بغى شي معلومه صحيحه يجي عندي. انا الوالد توفي في 1983، حنا التربيه ديالتنا وديال والدينا ماشي منو اللي كنتخلعوا الاباء ديالنا، على غير رجعنا نجلسوا معاه. شكرا لك جزيلا على الاستضافه ديالك في الاستضافه ديالنا في المنزل عندك، وفتحتي لينا يعني الصدر ديالك باش انك تورينا الحقيقه كامله. غادي نمروا الان معنا الامين ديال الطاكسيات الصغار بتيفلت، واللي كان هو النقطه اللي افاضت الكاس، واللي كان هو السبب الرئيسي باش انه تدخل هذاك السيد اللي هذا الرجل يعني العجوز اللي جراو عليه الابناء ديالو، كندخل ليه مع السلطات باش انهم يشوفوا له شي حل. غادي نمروا الان الكلمه ديال الامين ديال الطاكسي الصنف الصغير بمدينه تيفلت. تحيه لكم وكنشكركم على الاستضافه، بغينا ننوروا الراي العام بواحد المعطيات اللي هي مغلوطه تنشرات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ذاك الفيديو اللي انتشر ديال سياره الاجره اللي تدعي واحد المسمى السعديه بان واحد في مركز الرعايه الاجتماعيه ديال سيدي البحراوي بان واحد سائق سياره الاجره وواحد الناس معاه جابوا الاب ديالهم وهربوا حطوه هربوا. هذه ادعاءات لا اساس لها صحه، ادعاءات كاذبه غيرت الحقيقه ديال الموضوع. حقيقه الموضوع ما فيه، كنا كنتواجدوا حوالي الساعه 1:30 ببشوية تيفلت، كنا فاعلين جمعويين، اتصلوا بنا الناس للبشوية تما المسؤول البشوية
مسجد الباشا، بان باش نساعدوا واحد المسن انه في وضعيه مزريه، انه قاموا الابناء ديالو بالطرد ديالو هو الاصل ديالو من تيداس، وكيقطن بحي الرشاد بالقطبي ما يسمى القطبين في تيفلت، وانه طردوه الابناء ديالو. جال عند السلطات المحليه، تساعدوا مع السلطات المحليه صيفطوه عند سيد القيد باش يعطيه واحد الورقه ختم فيها ديال السلطات باش انه يتنقل للمركز ديال الايواء المسنين اللي كاين في سيدي البحراوي، كون داك المركز هو المركز الوحيد على الصعيد الجهوي والصعيد الاقليمي. ما كاينش في سيد فيغري يمشي رمضان، هذا ما يمكنش يبقى متشرد في الزنقه. السيد العمر ديالو حوالي 70 عام، باقي بصحه شويه جيده، هو الحاله ديالو شويه مكرفصه من ناحيه النظافه وهذا والى اخره، راك عارف الناس الكبار. تسلمت انا هو داك بواحد الظرف كان عنده، عطاو ليه السلطات المحليه مختوم، وعطاوني توصيات من الحكم انا كنشتغلوا في الميدان ديال الترونسبور وهذا النقل في النقل العمومي، اننا نعطيو عليه توصيات خاصه باش يتنقل ونقلوه للمركز بالضبط ديال سيدي علي البحراوي. داكشي درنا، هبطوا معايا انايا، دينا وسيله النقل، هبطنا للمحطه ديال الطاكسيات حوالي الساعه الثانيه من الزوال، ركبناه مع السيد اللي كان فيه النوبه كيشارجي في المحطه كرون طاكسي مسمى جمال، داه رفقته بعد الزبائن في الوجهه ديالو سيدي علي البحراوي. وصلوه لتما تيتفاجئوا بدوك ردود الفعل اللي هي كانت كارثيه وكانت مسيئه للعمل الجمعوي ولهذيك دار المسنين، وانه راك عارف هذيك مبادره ملكيه، لان هذاك السيد منين وصلوا السيد تما ما كانوش انهم يردوه، كانوا انهم يستقبلوه، وعنده الطي تيحمل انه تيحمل داك سميتو ديال السلطات المحليه، عنده توصيات. ما كانش اتصال بالهاتف من قبل، يعني قبل ما يمشي لدار المسنين من طرف الباشا او من طرف السلطات المحليه، ما كانش واحد التنسيق بين السلطات والسيده. على ما حكات لي هي عبر الهاتف انه اتصل بها السيد القائد عزيز، هو اللي ديال المقاطعه ديال الثانيه على ما اظن ديال مدينه تيفلت الثانيه، هو اللي خبرها بهذا الوضع ديال هذا السيد، ووعداته بانها غتستضفوا غير في هذه المده ديال رمضان، ومن بعد ليه خاصو يدبر الامور ديالو. هادشي على ما قالت، على ما جاء في لسانها عبر المكالمه الهاتفيه اللي قمت معها. من بعد كنتفاجئ بسائق السياره الاجره تيتصل بي عبر الهاتف انه راه تنشر واحد الفيديو، انه كان غيروا الحقائق الواقعيه ديال هذيك الواقعه، هي رفضوا باش انه يسلموا على السيد، وبغاو يركبوا على الحدث، وداروا واحد التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسياره الاجره بداك الزبائن اللي كانوا راكبين. هذا مشكل، هذا انا كان هنا، هذا السبب اللي خلاني نبحثوا على شنو هما الاسباب اللي خلات اول حاجه هاد السيده دير ما تستقبلش داك السيد، وترفض التعليمات ديال 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 السلطات المحليه اللي هي هي اللي كتنوب، وهي اللي كتمشي عند المواطن ملي كيكون انه عنده ضرر، كيلتجئ للسلطات المحليه تلقى ليه حل، لان السيد ما يمكنش يبات برا ولا يبقى متشرد. ثانيا نشوفوا الخبايا ديال داك المركز، ان من بعد جاتنا حنا كفاعلين جمعويين، جاتنا من بعد الاخوان اللي مونتي تواجدوا في سيدي البحراوي. كنت شارجي الكاموني فوق ديال الجوج كواك، جا عندي السيد ريس ابي ديال الطاكسيات الصغار، جاب لي واحد المسن بالوثيقه ديالو، قال لي السيد الله يرحمك والدين تعاون معنا غتوصل لدار المسنين. المهم وصلتو، السيد هبط، السيد باقي شاد ماشي محيط مكاع، باقي شاد. السيد هبط، دقيت عليه مخرجوت عندي البنت، عطيتها الوثيقه باش دخلت رجعت، جا عندي واحد ولد طويل. المهم الباب سدوه ما حلش ليا الباب، قال لي السيد ما عندنا ما غنديرو به، شتي يرضي معاك. قلت له انا ما يمكنش ردوا معايا، وانا الناس المسؤولين مسيطرين عليكم، ما يمكنش ردوا معايا. واحد الوقت معايا الناس الكليان باقي راكبين، معايا واحد الاستاذ وواحد السيده اخرى وواحد الوقت اللي قال عليها في العشيه، حتى حكيت الاخبار، حتى لقيت اخبار كاذبه في ذاك الفيس، فك يعني كله كذوب، ما عنده حتى شي حاجه صحابي. وتا المعامله عامل السيد يخرج ماشي معامله عنده، عاملني بواحد واحد معامله خايبه، قال لي خذ دي معك ما عندنا ما نديرو به.
قلت له انا في غندي ملي ما بغيتيش انت لاي دار في غندي انا. انت ما كانش معاك ولده ولا شي واحد من العائله؟ لا ما معايا حتى واحد، اللي معايا راه معروفين، معايا استاذ راه في كاموني ومعايا واحد السيده وواحد واحد خينا اخرى، ولكن ما بان لي ما مسوقش هذاك. ولكن الاستاذ مازال الاستاذ راك عاد بغيت خاص معاه ولا بحال كيديروا داك السيد قال لك ديه معاك الباب ما حلوش لي. انت حطيتيه تما؟ حطيته تما زدت بحالاتي، وواحد الوقت بان لي جب التليفون هو البنت يصوره. حطيتيه بقى برا ما حلوش لي الباب، يعني فاش حطيتيه بقى تما كاين؟ بقى تما كاين، والرساله في يد السيد اللي رفض الرسالة الباشا انا مديتها له راه بقات فيه السيد اللي رفض. يا كنا زدت بحالي حتى العشية عشت ديك الاخبار خاطئة، حتى شي حاجة ما عندهم معقول فيها. يعني الوقيته اللي هزيتي انت الطوموبيل ديالك غادي بحالاتك الطاكسي ديالك وما زدت تليفون صوروا، انا قشعت باش شفتو في الملايكة كيصوروا.